عمرو أديب بتاريخه الطويل العريض، صناعة سعودية، صناعة سعودية، لكن عمرو أديب كان بيتكلم عن السعودية؟ لا. هل عمرو أديب كان يناقش مشاكل الشارع السعودي؟ لا. هل عمرو أديب كان يناقش العائلة المالكة في السعودية؟ لا. هل عمرو أديب ناقش الريتز كارلتون في 2017 واعتقال بن سلمان لقرايبه واخوكي بياكل صحابه جوه؟ لا. هل عمرو أديب ناقش الملك سلمان والملك عبد الله والملك والأمير أحمد ومحمد بن نايف إيه اللي حصل فيه وانقلاب محمد بن سلمان عليه؟ لا. هل عمرو أديب ناقش ما حدث للأمير الوليد بن طلال؟ لا. طب هو دلوقتي لما يقول لي أنا سعودي ومصري، ما عمر أنت طول عمرك بتتكلم عننا، طول عمرك حاشر دماغك في مصر، طول عمرك بتتكلم عن مصر. طيب لما انت بتاخد الجنسيه السعوديه يا عمرو، واللي انت اصلا طول عمرك بتتكلم عن مصر وكان ليك مشاكل مع جمال مبارك ومنعك من الظهور وطلعت تعيط يوم تنحي مبارك، وبعد الثوره كان ليك دور، وبعد 2013 كان ليك دور، وانت بتكلمنا عن الدولار وبتكلمنا عن الجنيه وبتكلمنا عن محمد صلاح وبتكلمنا عن مش عارف ايه، عمرو انت يعني معجون بطينه مصر، عمرو انت مصري جدا، كل قضايا مصر انت اللي بتتكلم فيها، انت رقم واحد يا عمرو في كل حاجه. فايه اللي حصل فجاه؟ هل عمرو بيعلن ولا وانتمائه التام للمملكة العربية السعودية وبالتالي بينزع عن نفسه صلاحية الحديث في الشأن المصري؟ هل عمرو يبدأ يكلمنا أكتر عن المشاكل اللي في المملكة، عن معتقل الرأي، عن سلمان العودة ورفاقه؟ هل عمرو يكلمنا عن المشاكل بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد؟ هل عمرو السعودي المصري هيكلمنا عن مشاكل الخليج من بكرة؟ خلاص مفيش مصر في نيتو، كان عندنا وخلص. هل عمرو تحول من الطعمية للكبسة وفعل مود الكبسة وسينطلق؟ هل هنتفرج على عمرو أديب السعودي خلاص بجد، ولا هو ميكس هيفضل قرفنا بيه؟ احنا عايزين نتكلم عن مصر ومش عارف ايه، يلا يا عمرو اشتغل. المصري قول لي انت جنسيتك ايه، قول لي مين بيصرف عليك، قول لي استوديوهاتك في لندن جبتها منين. وبعدين فجأة عمرو السعودي، يلا احنا نبغي السعودية وانا جنسيتي سعودي وافتخر، انا ما خدتش الجنسية الاسرائيلية، انا خدت جنسية احسن بلد، انا مش عارف ايه، انت تحصل مشكلة مش عارف ما بين مين وما بين قطر، انتوا يا بتوع قطر يا اللي بتتكلم من قطر يا اللي بتاخد من قطر. بعدين يفكروا يقولوا عمرو انت سعودي، انا سعودي وافتخر، عادي ان الناس تاخد الجنسية؟ عمرو انا خايف عليك، يعني انت في سن اعتقد انه الشيزوفرينيا ممكن تصيبك، يحصل لك مشكلة تربنة في الدماغ. استقر عمرو، استقر، خد أجازة وقرر انت هتبقى مين، قرر انت هتشتغل ايه، قرر انت جنسيتك ايه، قرر انتمائك لمين، قرر ولائك لمين، عشان الناس تعرف تظبط الريسبتورز بتاعتها على الموجة بتاعتها، اللي جاي لنا ده كبسة ولا طعمية، عشان ما تحيرش الناس معك.